الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إخواني كانت الآن في جامعة ديال قراقشة ورحنا واقفين على أشغال فيها منها البيبان ديال البارفق ديال, ديال المسجد فيها السكنة ديال الفقيه وخصنا باش نديرو السيره ورحنا خصنا شي شي, شي مسائل ديال المراحيض قلنا كانت الجامعة عندنا قديمة هدمناها ولينا خدمناها من جديد كما كتشوفوا راه جديدة و بالمساهمة ديالكم ديال المحسنين وخاصنا مازال تساهموا معنا إن شاء الله باقي لنا القبس ديال ديال النقش وخاصنا شي البيبان ديال ديال الدخله ديال الجامع ديال الامام وخاصنا ديال السكنه ديال, 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 ديال الفقيه دابا خصنا الزليج ووقفين على شي داك النقش ديال ديال القبه وخاصنا كما قلت لكم اخوان المحسنين دابا واقفين على القبه اللي خصنا عندنا القباسه دابا خصنا الفلوس باش نكملوها ديال النقش وخصنا الزليج واللي عنده شي محسن اللي عنده الفراش ولا ديك مبرده ديال الماء ولا رياحه ولا اي حاجه المهم اللي كترفع المسجد يجيبها مرحبا به وكل واحد باش مسخة الله ما سخاه الله يسهل انا راه بالمساهمه ديال المحسنين باش وقف هذا المسجد هذا راه كان والو كان زيرو بدينا بزيرو درهم ودابا وصلنا الحمد لله لواحد المرتبه اللي يعني بينا فيها المسجد ودابا حاليا راه سيدنا رمضان وصل بغينا باش نصليو فيه التراويح ولا عنده شي فراش ولا شي زربيه ولا مشي رياحه يجيبها لنا راه حنا محتاجين يعني المسجد خاوي ومازال فيه الخدمه عاد خصنا عاد آه آه كما قلت البيبان وخصنا السراج المو... مراه درناهم درنا جوج بيبان الكبار باقي لنا دابا البيبان ديال الدخله ديال الدار ديال الفقيه وجوج ديال النساء اللي غادي يصليو ون... فين غادي يكونوا كيصليو كي النساء الفوق وباقي لنا السمعه السمعه هي التالية دابا خصنا غير نكملوا فين غادي نصليو ان شاء الله دابا خصنا غير نفتحوا الجامع باش نصليو فيه ان شاء الله اللي بغى يساهم بشي باب ولا آه بالسلعه بالزليج ولا باي حاجه المهم يجي للجامع ولا كاينه عندنا الارقام راهم كاينين غادي تبان لكم في الشاشه ديال البنكا وديال الرئيس الجمعيه وديال امين المال واللي استطاع بشي حاجه يجي يجي يجيبها لنا والله يرحم الوالدين